أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك وعذته من هجرك وقلاك
وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت أفواده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائفة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك، وامنون بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك، يا مجيب يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى العلي القدير، نشرأ، وإن شاء الله يكون بحث اليوم هو الموضوع أو المطلب الأخير في مبحث القطع، والكلام اليوم في القطع الطريقي والموضوعي، بعد أن انتهينا من العلم الإجمالي، وكانت النكتة والمناسبة في ذلك الطرح والتي أشرنا إليها هو منجزية الاحتمال في كل الأطراف من العلم الإجمالي على غسل حق الطاعة، وإمكانية الترخيص في موارد العلم الإجمالي، ونفي المنجزية عن العلم أو القطع بالجامع، وقلنا هذه الإمكانية في عالم الإمكان، هذا الترخيص ممكن في عالم الإمكان في عالم الثبوت، أما في عالم الإثبات فهو غير ممكن. اليوم الكلام في القطع الطريقي والقطع الموضوعي، إذن عندي قطع في العلم التفصيلي وقطع في العلم الإجمالي، ذهب هذا البحث قطعا في العلم التفصيلي، أو قطعا تفصيلي وقطعا إجمالي، علم تفصيلي علم إجمالي. هنا يقسم القطع إلى قطع طريقي وقطع
قطع موضوعي. ما هو القطع الطريقي؟ القطع الطريقي هو الذي يكون، القطع يكون مجرد طريق وكاشف إلى الحكم الشرعي أو كاشف عن الحكم الشرعي. إذن نقصد بالقطع الطريقي هو الذي يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي، عن التكليف الشرعي. وليس للقطع الطريقي وليس له أي دخل في وجود الحكم واقعا، ليس له مدخلية في وجود الحكم. فالحكم الشرعي موجود وثابت بغض النظر عن قطع المكلف به أو عدم القطع، سواء قطع به المكلف أم لم يقطع. إذن في القطع الطريقي قلنا هو طريق وكاشف عن الحكم الشرعي. في المباحث السابقة ماذا قلنا؟ ما هو موضوع المنجزية؟ قلنا القطع أو الظن أو الاحتمال أو الجميع، أو أعطينا معنى أو اسما لها، أعطينا اسما، قلنا الكاشفية، مجرد تحقق الكاشفية، مجرد وجود الكاشفية، مجرد الاحتمال، مجرد الكاشفية سواء كانت بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال يتنجز الحكم. إذن عندي هنا كشف، القطع الطريقي هو الذي فيه الكشف، هو الطريق، هو الكاشف عن الحكم الشرعي. إذن عندما نقول فيه كشف عن الحكم، إذن فيه تنجيز أم ليس فيه تنجيز؟ نعم فيه تنجيز. إذن القطع الطريقي هو الذي ينجز، نحن قلنا التنجيز يتحقق بتحقق الكاشفية أو ولو تسامحا من لوازم الكاشفية من شؤون المولوية. ويحكم العقل بأن أي انكشاف للتكليف يكون موردا لوجوب الطاعة، موردا لحق الطاعة، يكون موردا لحق الطاعة، لوجوب الطاعة، لوجوب الامتثال واستحقاق العقاب، حتى لو كان الكشف بالاحتمال. إذن القطع الطريقي ينجز التكليف، قلنا لأن المنجزية لأجل الكاشفية، لأن القطع الطريقي قلنا فيه الكاشفية وهو مجرد طريق وكاشف، لأن منجزية القطع من أجل الكاشفية، بسبب كاشفية القطع، بسبب الكاشفية هذا القطع الطريقي، بسبب الكاشفية التي فيه أو الملحوظة هنا، يكون منجزا ويكون التكليف منجزا. في مقابله يقينا بقي القطع الموضوعي. هناك قلنا يكون القطع مجرد طريق وكاشف عن الحكم الشرعي، وليس له أي دخل، ليس له أي دخل في وجود الحكم الشرعي. هنا القطع الموضوعي هو القطع الذي له مدخلية أو الذي يدخل في وجود الحكم الشرعي وفي ثبوت الحكم الشرعي. إذن القطع الموضوعي هو القطع الذي له مدخلية في وجود الحكم الشرعي وفي ثبوت الحكم الشرعي. نقرب الفكرة، نقول الحكم على أي شيء ينصب؟ ينصب على موضوع، فيجب أولا نفترض وجود الموضوع وبعد ذلك يصب عليه الحكم أو يتعلق به الحكم. لاحظ هذه القضية. هنا نقول القطع الموضوعي نسبة إلى الموضوع، نسبة إلى أن هذا القطع يكون هو الموضوع،
بتمامه أو يكون جزء الموضوع. لاحظ كما تذكرون سابقا عندما نقول موضوع الحكم الظاهري الشك بالحكم، فمع انتفاء الموضوع مع انتفاء الشك بالحكم لا يمكن أن يرد الحكم الظاهري لأن موضوعه قد انتفى، بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم. لاحظ فالموضوع إذا انتفى ينتفي الحكم، وبتحقق الموضوع يتحقق ويثبت ويوجد الحكم المتعلق به الذي ينصب عليه. فالقطع الموضوعي هو الذي يكون بهذه المعنى، يكون موضوعا أو جزء موضوع للحكم الشرعي. لاحظ بعبارة أخرى هي التي تكون أدق طبعا، يكون القطع دخيلا في وجود الحكم الشرعي، يكون دخيلا في ثبوت الحكم الشرعي. لاحظ له مدخلية في وجود وثبوت الحكم الشرعي. إذن عندي القطع الموضوعي وعندي القطع الطريقي، هذا القسم الأول القطع الطريقي، والقسم الثاني هو القطع الموضوعي. فالقطع الطريقي هو الذي يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي وليس له مدخلية في ثبوت ووجود الحكم الشرعي. أما القطع الموضوعي فهو القطع الذي يكون له مدخلية في وجود وتحقق الحكم الشرعي، التكليف الشرعي. هذا القسم الأول، هذا القسم الثاني. لنضيف هنا قسما ثالثا نسميه بالقطع الطريقي الموضوعي حتى تكون المسألة عندنا أوضح. يكون عندي ثلاثة أقسام: القطع الطريقي، القطع الموضوعي، القطع الطريقي الموضوعي. إن شاء الله تكون المسألة واضحة. القطع الطريقي حتى نكرر حتى نحفظ جميعا، القطع الطريقي طريق إلى الواقع، كاشف إلى الواقع، الذي يكون مجرد طريق وكاشف عن الواقع عن الحكم الشرعي، الواقع عن الحكم الشرعي. يكون القطع مجرد طريق وكاشف عن الحكم عن التكليف، هذا الذي يسمى بالطريق، طريق إلى الحكم، كاشف للحكم، موصل إلى الحكم، أي تعبير يكون فيه الوضوح لك إن شاء الله نلتزم به. إذن حتى نعرف التسمية أتت من هنا لأنه طريق إلى الحكم الشرعي سمي بالقطع الطريقي. فالقطع الطريقي هو القطع الذي يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي. والقطع الموضوعي من الاسم قلنا والقطع الطريقي ليس له أي مدخلية في وجود الحكم الشرعي وثبوت الحكم الشرعي. أما القطع الموضوعي فهو القطع الذي له مدخلية في وجود وثبوت الحكم الشرعي. القسم الثالث القطع الطريقي الموضوعي هو هذا بلحاظ يكون طريقا وبلحاظ آخر يكون موضوعا. بلحاظ يكون له مدخلية في وجود وثبوت الحكم الشرعي وبلحاظ آخر لا يكون له مدخلية. متى يتحقق هذا الشيء؟ عندما يكون القاطع طريقا وكاشفا عن تكليف وفي نفس الوقت يكون دخيلا. طبعا نقول القطع الطريق الموضوعي يكون القطع طريقا وكاشفا عن تكليف وليس له مدخلية في وجود هذا التكليف، وفي نفس الوقت يكون موضوعا أو يكون دخيلا في وجود تكليف آخر
لاحظ هذه حتى نعرف هذه القضية. هذا القسم الآخر الثالث، القطع الطريق الموضوعي. إذا وجد مثل هذا القطع فهو له علاقة أو علاقة بتكليفين بحكمين. الحكم الأول يكون هذا القطع طريقا وكاشفا عنه، عن الحكم الأول. وبالنسبة للحكم الثاني يكون هذا القطع نفسه، يكون هذا القطع دخيلا في وجود الحكم الثاني. لاحظ القضية إن شاء الله تكون واضحة. سنقرأ وسنحدد هذا الأمر. وفي المثال الأول، لنعطي المثال الأول مثلا، نعلم هكذا نقول نقطع بحرمة شرب الخمر، أجلكم الله. لنقول صدر تكليف أو تشريع يحرم شرب الخمر أو حرمة شرب الخمر، فعندما نعلم، لاحظ، عندما نقطع بهذا التكليف أو بهذا الحكم الشرعي، عندما نقطع بحرمة شرب الخمر، هل يكون هذا التكليف منجزا؟ هنا تقول نعم، القطع منجز، نحن نقطع بهذا الحكم بهذا التكليف، فيكون موردا لحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالف. لاحظ، فعندما نقطع بحرمة أو نقطع بوجوب يكون أو تكون الحرمة منجزة ويكون الوجوب منجزا، يكون التكليف بصورة عامة منجزا، لأن هذا القطع هو الذي كشف عن الحكم، عن التكليف، ولكاشفيته تحققت المنجزية. لاحظ، واضح القضية؟ واضح، جيد. المثال الذي يعطى للقطع الموضوعي يقول مثلا المولى، يقول ما تقطع السائل الذي تقطع بأنه خمر فهو حرام. السائل الذي تقطع بأنه خمر فهو حرام، هذا حكم. ما هو الحكم؟ نعطيه بصياغة أخرى كما أعطينا هناك، نقول حرمة شرب السائل الذي يقطع بخمريته أو يقطع بأنه خمر، يحرم شرب السائل الذي تقطع بأنه خمر. لاحظ هذه القضية، يحرم شرب السائل الذي تقطع بخمريته أو الذي تقطع بأنه خمر. أنا أسأل الآن، أي سائل محرم هنا؟ أي سائل؟ الخمر؟ ليس الخمر، وإنما الذي تقطع بأنه خمر. هكذا نعطي مثال عندما نقول هذا القطع هو جزء الموضوع. لو انتفى هذا الجزء نقول لو ظننت بأن هذا السائل خمر لا يحرم، لأنه الحكم كما حسب الفرض قلنا يحرم السائل الذي تقطع بأنه خمر، وهذا سائل أظن بأنه خمر، لا أقطع، لم يتحقق القطع، فلا وجود للحكم، لأن الحكم منصب على هذا الموضوع الذي هو القطع، السائل والقطع بأنه خمر. هنا يتحقق، يوجد سائل، لكن لا يتحقق عندي القطع، الجزء الآخر من الموضوع هو القطع بخمريته، وإنما أظن بخمريته، فلا تتحقق الحرمة. هذا على سبيل المثال، نحن نعطي المثال هنا.
إذن فهذا القطع وقع موضوعا للحكم الشرعي ضمن هذا الطرح، فله مدخلية في وجود وثبوت الحكم الشرعي. هي مجرد يعني تقديم وتأخير، تغيير بالألفاظ، مجرد لحاظ حتى نعرف. الأول يقول يحرم الخمر، لا يوجد عنوان القطع في الموضوع الذي انصب عليه أو تعلق به الحكم، وهنا يحرم ما تقطع بأنه خمر، القطع دخل موضوعا. في الحالة الأولى عندما تقطع بحرمة شرب الخمر تقول هذا القطع فيه كشف عن الحرمة، كشف عن التكليف، فيكون التكليف منجزا. نأتي على الحالة الثانية، يحرم ما تقطع بأنه خمر، الآن قطعت من هذا خمر، ينجز عليك الحرمة؟ نقول لا ينجز الحرمة. عندما أقطع بأن هذا خمر يثبت عندي الموضوع، هذا ليس فيه إشكال، وهذا الموضوع تعلقت به الحرمة، لكن حرمة شرب هذا السائل الذي أقطع بخمريته أيضا تحتاج إلى هذه الحرمة. هنا ماذا قطعت أنا؟ قطعت بهذا السائل، قطعت بجزء الموضوع، وأحتاج إلى أن أقطع بالتكليف حتى يكون التكليف منجزا، وبناء على مسلك حق القطاع يحتاج أن أظن بالتكليف حتى يكون التكليف منجزا، أحتاج أن أحتمل التكليف حتى يكون التكليف منجزا. إذن أحتاج إلى قطع آخر، هنا القطع بأي شيء؟ بالسائل، هناك أحتاج إلى قطع بالحرمة، فعلي حتى يكون هذا التكليف منجزا علي أن أقطع بحرمة السائل المقطوع بخمريته، لاحظ. إذن علي أن أقطع بحرمة هذه القطع تعلق بالتكليف، أقطع بحرمة السائل المقطوع الخمرية، أو بتعبير آخر أقطع بحرمة السائل الذي أقطع بحرمته. القطع الأول تعلق بالحرمة، القطع الثاني تعلق بخمرية السائل. إذن أصبح عندي القسم الأول وله مثال، والقسم الثاني وله مثال. المثال الآخر للقسم الثالث عندي قطع يكون موضوعيا لتكليف ويكون طريقيا لتكليف آخر. نعطي المثال، نقول مثلا قال المولى أعطى صدر الخمر حرام أو يحرم الخمر، وبعد ذلك ماذا قال المولى؟ قال من قطع بحرمة الخمر، الخمر حرام، هذا حكم وتكليف شرعي، حتى يكون منجزا هذا الخمر حرام يجب أن أقطع به، أقول قال المولى يحرم الخمر حتى يكون هذا منجزا، أقول أقطع بحرمة الخمر، بحرمة شرب الخمر. وهذا صار منجزا للكاشفية في القطع، لتحقق الكاشفية، لأن يوجد قطع في المقام، هذا قطع فيه كاشفية فهو قطعا طريقي. الآن صدر تكليف آخر من المولى، ماذا قال؟ قال المولى من قطع بحرمة الخمر، لاحظ،
من قطع بحرمة شرب الخمر، عندما نقول حرمة الخمر حرمة شرب الخمر، من قطع بحرمة الخمر يحرم عليه بيع الخمر. نصوغ هذه بطريقة أخرى، نقول يحرم بيع الخمر على من؟ على من قطع بحرمة الخمر. لاحظ هذه القضية. إذن التكليف بالحرمة هذا يحرم بيع الخمر، هذا الحرمة التي تعلقت بالبيع، لم تتعلق بالبيع فقط، تعلقت بالبيع على من؟ على ليس مطلقا، وإنما بالبيع على من قطع بحرمة، أما من لم يقطع بحرمة الخمر فلا يحرم عليه البيع. لاحظ ضمن هذا المثال نتحدث، هذا عندي كم قطع؟ عندي يحرم بيع الخمر، يحرم بيع الخمر على من قطع، على من قطع بحرمة شرب الخمر أو بحرمة الخمر، يحرم البيع على من قطع بحرمة الشرب. الحرمة هذه حرمة البيع أيضا تحتاج إلى تنجيز، فتحتاج إلى كاشفية، إلى كشف، إما بالقطع أو بال أو بالظن أو بالاحتمال. لاحظ إذن ماذا عندي الآن؟ أقول يحرم الخمر أو يحرم بيع الخمر على من يقطع. لاحظ التفت إلى هذه النقطة وإلى هذا الكلام، يحرم بيع الخمر على من يقطع بحرمة الشرب. هذا القطع بحرمة الشرب، بالنسبة إلى الشرب، القطع بحرمة الشرب بالنسبة إلى حرمة الشرب ما هو؟ القطع بحرمة الشرب. لاحظ يحرم بيع، يحرم البيع أو يحرم بيع الخمر على من قطع بحرمة الشرب. هذه القطع بحرمة الشرب، هذا القطع بالنسبة إلى حرمة الشرب هو طريقي أو موضوعي؟ نقول طريقي، لأنه هذا يكشف، القطع بحرمة الشرب يكشف هذا التكليف، يكشف حرمة الشرب، فهو طريقي بالنسبة إلى حرمة الشرب. نأتي إلى حرمة البيع، حرمة البيع لا تتحقق إلا إذا كان إلا إذا تحقق القطع بحرمة الشرب. فإذا القطع بحرمة الشرب هو، هذا القطع بحرمة الشرب هو طريقي لحرمة الشرب، وهو موضوعي لحرمة البيع. لاحظ، لأنه له مدخلية بوجود وبتحقق وبثبوت حرمة البيع، لولا القطع بحرمة الشرب لا يتحقق حكم الحرمة بالبيع أو للبيع. لاحظ له مدخلية بوجود الحكم. واضح المسألة؟ إن شاء الله تكون واضحة. بعد ذلك يأتي الكلام حتى نختم إن شاء الله القطع في هذا اليوم إذا بقيت الحياة. نقول يوجد جانب عملي وفعل في الخارج، وجانب آخر ربما نسميه جانب نفسي، جانب قصدي بالنسبة إلى القطع. بالنسبة للقطع، عندما تحدثنا عن المنجزية والمعذبية، بأي شيء تعلقت المنجزية والمعذبية أو بأي شيء ارتبطت؟ ارتبط بالجانب العملي، التنجيز يجب الامتثال والتحرك والإرسال والانبعاث، في جانب الوجوب في جامع الحرمة يكون الانزجار والزجر والانتفاء والانتهاء في جانب الوجوب يجب أن يفعل، في جانب الحرمة يجب أن يترك، القطع في الوجوب يجب أن يفعل، القطع بالحرمة يجب أن ينتهي ينزجر. فعل المكلف له علاقة بالجانب العملي بالفعلي، الفعل للمكلف، هكذا الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين هنا. ونقول والقطع بعدم الحرمة أي بالترخيص له أن يفعل، له أن يرتكب الفعل. لاحظ لها علاقة بالفعل، لها علاقة بالجانب العملي.
إذن هذه المنجزية والمعذرية. المنجزية قلنا يجب أن يفعل، يجب أن ينتهي. المعذرية له أن يفعل، له أن ينتهي بجانب الترخيص. يقول يوجد جانب آخر وهو جانب الإسناد، الإسناد إلى المولى. يقول لو قطعت بحكم شرعي هل يجوز أن أسند هذا الحكم إلى الشارع؟ أقطع بحرمة الخمر، هل يجوز أن أقول حرمة الخمر هو الشارع بدون أن أقول هذه القضية؟ أقول قطعت به حرمة شرب الخمر، أقطع بأن حرمة شرب الخمر قد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، هل أستطيع أن أسند هذا مباشرة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وآله بحرمة شرب الخمر، أو حكم النبي صلى الله عليه وآله بحرمة شرب الخمر، أو يعني نقول لو كان من القرآن نقول هل نستطيع أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى حكم بحرمة شرب الخمر؟ يجوز أن نسند هذا الحكم إلى المولى إذا قطعنا؟ هل يجوز إسناد الحكم الشرعي إلى المولى؟ نقول الشارع الله حرمه، النبي صلى الله عليه وآله حرم، الإمام حرم، وكل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز هذا؟ نعم، نقول يجوز أن نسند هذا الأمر أو هذا الحكم إلى الشارع المقدس، لأنه قول عن علم، وهذا أنا أقطع وأعلم بهذا الحكم، هو هذا التكليف الشرعي هو تكليف المولى، فيجوز الإسناد إلى المولى. طبعا المسألة واضحة وبسيطة، لكن لما طرحت هذه يتفرع عليها في القطع أقول نعم، أما في الطرق الظنية التي جعلت لها الحجية كالأمارات أخبار الآحاد يجوز أن أسند فيها إلى المولى وهو طريق ذني، لكن في القطع المسألة واضحة يقينا. لكن لما طرحت هنا أيضا لها علاقة بما طرحنا أو يعتبر من تطبيقات القطع الطريقي والموضوعي حتى نطبق هنا. نقول بعد أن سلمنا وهذه قضية مسلمة بأنه ما تقطع به من تكليف يجوز إسناده إلى الشارع، هذه انتهينا. الآن أنا أسأل، أقول هذا القطع بالتكليف الذي لو صح التعبير نقول الذي جوز لنا الإسناد إلى الشارع، الذي أوجد لنا جواز الإسناد إلى الشارع، الذي أثبت لنا جواز الإسناد إلى الشارع، هذا القطع هو قطعا طريقي أو موضوعي؟ القطع بالتكليف جواز الإسناد، لاحظ. القطع بالحرمة، إذا قطعت بحرمة يجوز لك إسناد الحرمة إلى المولى، لاحظ. إذا بالحرمة يجوز لك إسناد الحرمة إلى المولى، نقول هذا يجوز لك، هذا حكم الشرع، يجوز جاز لك إسناد الحرمة إلى المولى. متى؟ تقول يجوز لك إسناد الحرمة إلى المولى إذا قطعت بالحرمة. يحرم عليك بيع الخمر إذا قطعت بحرمة الشرب. يحرم عليك الخمر إذا قطعت بخمريته. لاحظ القضية. إذن هذا من القطع الموضوعي، هذا يحقق الحكم، هذا يوجد الحكم، هذا يثبت الحكم. فإذا لم تقطع لا يجوز لك، لاحظ، إذا لم تقطع لا يجوز لك الإسناد، ينتفي الإسناد. لاحظ كما هناك إذا لم تقطع بها أن هذا خمر ف
فلا يحرم عليك، لأنه نحن نقول يحرم إذا قطعته بأنه خمر، أو إذا قطعته بخمريته، إذا لم تقطع بخمريته فلا يحرم، أو لا تثبت الحرمة. هنا أيضا لا يثبت الجواز، إذا لم تقطع لا يثبت الجواز، فهذا قطعا موضوعي. نقرأ الآن إن شاء الله ونرى. يقول السيد الأستاذ المعلم، معلم الأصول السيد محمد باقر الصادق قدست نفسه الزكية، يقول تحت عنوان القطع الطريقي والموضوعي، تارة هذه أمام تارة تكتب القطع الطريقي، وأخرى بعد نهاية هذه الفقرة يكون القطع الموضوعي، وتقلب الصفحة الفقرة الأخيرة وقد يتفق أن يكون هذا ثالثا القطع الطريقي الموضوعي. القطع الطريقي، يقول تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا، فيقطع المكلف بالحرمة، لاحظ يقطع المكلف بالحرمة، قطع المكلف بالحرمة، ماذا؟ هذا نقول يقطع المكلف بالحرمة، فتكون الحرمة منجزة، تكون الحرمة منجزة، يكون هذا التكليف منجزا، لماذا؟ للقطع به، لحصول الكاشفية، ويقطع بأن هذا خمر، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم، يصبح هذا التكليف عليه منجزا، يعني عندما تقطع بحرمة الخمر يكون هذا التكليف منجز عليك. واضح، يتحقق التنجيز. نحن مجرد هنا قلنا فيقطع المكلف بالحرمة، بحرمة الخمر يثبت التكليف. ثبت هذا التكليف عندي، انتهت القضية. فمثلا يقطع المكلف بالحرمة، ثبت هذا الحكم الشرعي، ثبت هذا التكليف للقطع لوجود الانكشاف به. أما القطع بأن هذا خمر ليس له مدخلية بالحكم. نعم له مدخلية بفعلية الحكم، هذا جانب آخر، فلذلك تضع هذه ويقطع بأن هذا خمر بين قوسين حتى نحتفظ بالنقاش ضمن هذه القضية. لكن يكفينا هذا، حرمة شرب الخمر، إذا قطعت بحرمة شرب الخمر تنجز عليك التكليف، وهذه القطع بالحرمة هو كاشف وطريق للحرمة، ويسمى القطع، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنه مجرد طريق وكاشف عنها، هذه قلنا يقطع المكلف بالحرمة لأنه مجرد طريق وكاشف عنها عن الحرمة، وليس له دخل، ليس له دخل وتأثير في وجودها واقعا، ليس له أي تأثير في وجود الحرمة، لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال، سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا. لاحظ هذه القضية، أنا هنا فقط هناك وضعت ويقطع بأن هذا خمر بين قوسين، وهنا أيضا سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا بين قوسين، حتى نشير هنا. نحن قلنا يكفي المثال فيقطع المكلف بالحرمة، يقطع بحرمة الخمر، بحرمة شرب الخمر، أي عندما نقول حرمة الخمر يكفي في المثال. لكن قلنا ويقطع بأن هذا الخمر، هذا هنا تحقيق لفعلية، بين منجزية وفعلية هناك يوجد نقاش طويل، ليس هذا محل النقاش، ولكن لا بأس بأن نقول عندما تقطع بهذا القطع بأن هذا خمر، يعني خاصة مع من يقول لا يوجد فعلية ومنجزية، يوجد منجزية فقط أو ما يسمى الفعلية، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس عندنا مرحلتان، وهنا لنقول هكذا،
ثبت عندي حكم شرعي وهو حرمة شرب الخمر، ثبت حكم شرعي في الشارع في الشرع بأن الخمر حرام، هذا ثابت. الآن أتي هذه لنقل في عالم الفعلية، عالم المجهول كما بينا وسنبين، نقول لو قطعت بأن هذا خمر، يتنجز عليك التكليف بحرمة شرب الخمر حتى نقرب الفكرة، يتنجز أو لا يتنجز؟ يتنجز عليك تكليف حرمة شرب الخمر، القطع بأن هذا خمر ينجز عليك حرمة شرب الخمر. لاحظ احنا قلنا اولا طرحنا يحرم الخمر، هذا التكليف الذي صدر اول يحرم الخمر هذا فقط، هذا كما هنا قلنا فيقطع المكلف بالحرمة، ثبت هذا يقطع المكلف بحرمة الخمر بحرمة شرب الخمر، انتهت. المثال الثاني هناك اي لنقل التكليف الاول التشريع الالهي هو يحرم شرب الخمر في مثال القطع الطريقي، في مثال القطع الموضوعي المثال التكليف الالهي هو يحرم ليس شرب الخمر، يحرم شرب مقطوع الخمريه، انتهت هذه القضيه. هنا المثال الاول يحرم الخمر، يحرم شرب الخمر، وهناك يحرم شرب مقطوع الخمريه، فالقطع هذا مقطوع الخمريه، القطع دخل في نفس الموضوع الذي تعلق به الحكم. فهنا التكليف الأصلي هو يحرم شرب الخمر، تقطع بحرمة شرب الخمر، طبعا تنجز التكليف، لكن نقول نحتاج في عالم الفعلية في عالم المجهول إلى تحقق الموضوع، فهنا تقطع بأن هذا، تقطع بأن هذا خمر، فالآن أنت كمكلف عليك، فهل يتنجز عليك حرمة؟ هناك ثبت، ثبت الحكم تقطع بحرمة شرب الخمر، ثبت في عالم الجعل قطعت بحرمة شرب الخمر، هذا في عالم الجعل. لو قلنا تسامحا الآن لا نريد أن ندخل بهذا التفصيل لأن المثال فيه شيء من الدفع نحو النقاش، فإذا لنطرح القضية هكذا نقول يحرم شرب الخمر وقطعت بحرمة شرب الخمر، هذا القطع طبعا كاشف عن الحرمة. أأتي على قطع آخر، قطعت بأن هذا خمر ينجز علي الحكم، هناك ثبت الحكم في الشارع، في الشارع في التشريع يجوز التشريع إلهي بحرمة شرب الخمر. أأتي هنا ثبت عندي هذا السائل، ثبت عندي بأن هذا السائل خمر، يتنجز علي التكليف، يصبح التكليف فعليا علي، يتنجز علي بأن أنا يحرم علي شرب هذا السائل، لنقل نعم يتنجز علي، لكن نقول هل القطع بأن هذا السائل خمر هل هو له مدخلية بأصل الحكم حرمة شرب الخمر أم حرمة شرب الخمر ثابتة سواء هذا السائل قطعت أنت به أو لم تقطع، أو لنقل حرمة شرب الخمر علي أو على غيري كحكم شرعي هي ثابتة سواء قطعت بأن هذا خمر أو لم تقطع، تقول ليس له مدخلية بتحقق الحرمة وإنما الحرمة ثابتة قبل هذا القطع وليس لهذا القطع علاقة بالحرمة. إن شاء الله أرجو أن تكون واضحة المسألة. إذن لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا، إذن عندي حرمة شرب الخمر قطعت بحرمة شرب الخمر، واضح القضية؟ قطعت بحرمة شرب، إذن ثبت الحكم والتكليف أم لم يثبت؟ ثبت الحكم والقطع يثبت منجزية الحكم، إذن أصبح الحكم منجزا، إذن هو هذا الحكم منجز علي وعليك من أي شيء؟ من القطع به، هذا القطع أول فيقطع المكلف بالحرمة، نأتي إلى القطع بأن هذا خمر، هذا ليس له مدخلية بوجود الحكم، صحيح؟ نعم صحيح، لأن الحكم قد ثبت بذلك القطع الأول، تنجز بالقطع الأول. هنا نأتي قلنا مع الاحتفاظ بالنقاش، نأتي قطعت بأن هذا خمر، أصبح التكليف في هذا الفرد
من السائل أصبح التثليث لهذا الفرد منجزا، فيحرم شرب هذا السائل أو هذا الخمر للقطع به، لكن هذا ليس له مدخلية بحرم شرب الخمر. هذا أولا الطريق. ثانيا الموضوعي. الموضوعي وأخرى يحكم الشرع بأن ما تقدم أو بأن ما تقطع عفوا بأنه خمر حرام، يعني يحرم ما تقطع بأنه خمر، يحرم ما تقطع بخمريته، حتى هذه ربما تكون أوضح عندك، بأن ما تقطع به أو ما تقطع بأنه خمر حرام، أو يحرم ما تقطع بخمريته أو بأنه خمر، فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي. لا تنسى هكذا فرق بين الأول والثاني بالمثال، الأول قال يحرم الخمر، في الثاني قال يحرم ما تقطع بخمريته، حتى تفرق بين الاثنين. يحرم الخمر لم يدخل العنوان الأول الطريقي، قال يحرم الخمر لم يدخل القطعية في موضوع الحكم، وهنا أدخل القطعية أو نعم القطع في موضوع الحكم، قال يحرم ما تقطع بأنه خمر، وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام، فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي، لأنه دخيل في وجود الحرمة وثبوتها للخمر، فهو بمثابة الموضوع للحرمة، فهو بمثابة هذه بين قوسين، فهو بمثابة الموضوع للحرمة. والقطع إنما ينجز التكليف، متى ينجز التكليف؟ قلنا إذا كان طريقيا، لأنه فيه كاشفية، والكاشفية التي تنجز. والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه. إذا كان متى ينجز التكليف؟ إذا كان القطع قطعا طريقيا بالنسبة إلى التكليف، بالنسبة إليه، بالنسبة للتكليف، لأن منجزيته إنما هي من أجل كاشفية، احنا قلنا ليس لي من أجل قطعيته، لا يوجد ملازمة بين القطع والمنجزية أو الحجية، وإنما قلنا للكاشفية، ولذلك ثبتت الحجية والمنجزية للظن والاحتمال أيضا للكاشفية، وهو إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه، وهو أي القطع إنما يكشف عما يكون عن التكليف، أي إنما يكشف عن، قلنا لأن منجزية القطع، القطع الطريقي إنما هي من أجل كاشفيته، وهو أي القطع الطريقي إنما يكشف عما يكون، يكشف أي عن التكليف الذي يكون القطع قطعا طريقيا بالنسبة إليه. القطع الطريقي هو يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن التكليف الذي يكون القطع قطعا طريقيا بالنسبة إليه، طبعا يكشف عن هذا التكليف هكذا، ويقول وهو إنما يكشف عما يكون، أي عن التكليف الذي يكون القطع، هكذا يقول إنما يكشف عن التكليف الذي يكون القطع قطعا طريقيا بالنسبة إليه. وأما التكليف هذا أولا، تضع هنا أولا القطع إنما ينجز التكليف، هذا أولا. ثانيا وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له، هناك يتحدث عن قطع الطريقي، يقول وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ثانيا هذه ودخيلا في أصل ثبوته، فهو لا يتنجز بذلك القاط، ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي وليس للطريقي، للقطع الموضوعي ما تقطع بأنه خمر فهو حرام، أو يحرم ما تقطع بخمريته، ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لا يكون منجز للحرمة، هذا يحقق موضوع الحرمة، والحرمة تتنجز تحتاج إلى قطع آخر تقطع بها، تقطع بحرمة مقطوع الخمرية، لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة لأنه لا يكشف عنها، وإنما هو يولدها كما يقول كالموضوع قبل قليل قال وضعناها بمثابة الموضوع، وهو يولد الحرمة. بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال، هذا قلنا يحرم ما تقطع بخمريته، يحتاج إلى قطع آخر، القطع بحرمة ما تقطع، وإنما الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية، لاحظ القطع تفتح قوس هكذا تضع قوسا بعد القطع، القطع بين قوسين تضع هذه العبارة بحرمة مقطوع الخمرية حتى تكون واضحة، وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه، القطع ينجز أي شيء، ينجز التكليف الذي يكون هو كاشف عنه، الذي يكون هو كاشفا عنه، ويقول وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه، ينجز التكليف أي الذي يكون ما يكون كاشفا عنه وطريقا إليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الأحكام. هذا ثالثا القطع الموضوعي،
أولا قلنا الطريق هاي تارة، وأخرى هذا الثانية الموضوعي، ثالثا الطريق والطريق الموضوعي. وقد يتفق أن يكون أو يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر. كما إذا قال المولى الخمر حرام، ثم قال من قطع بحرمة الخمر، أي بحرمة شرب الخمر. هذا يوجد أعتقد مسألة في الفصل إن شاء الله ترجعون إليها حتى تعرفون كيف يقول الخمر حرام، وأعتقد من هناك يستدل من هذه أو يستفيد من هذه النجاسة، ونحن قلنا تنصرف إلى حرمة الشرب. يقول عندما تقول الخمر حرام ثم قال لمن قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيع الخمر، فإن القطع بحرمة الخمر، القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة لحرمة الخمر، أي لحرمة شرب الخمر، وهو قطع موضوعي بالنسبة لحرمة بيع الخمر كما أوضحنا. جواز الإسناد إلى المولى. يقول السيد قدس نفسه وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع، الحكم المقطوع به التكليف المقطوع به، جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى، جواز إسناد الحكم إلى المولى. وتوضيح ذلك إن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، فيقال إن القطع بالحرمة، إن القطع بالحرمة منجز لها، بمعنى أنه لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته. لاحظ هذا جانب عملي بالنسبة للمكلف متعلق بفعل المكلف، بمعنى منجز بمعنى أنه لا بد للقاطع أن لا يرتكب، يحرم عليه، بمعنى لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته. وأن القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل، يجوز له أن يرتكب الفعل. وهناك شيء آخر وهو إسناد، طبعا أعطاه هو مثال ومثال وليس كل الصور المتصورة، وهناك شيء آخر وهو إسناد. هذه إذن فيقال أن القطع بالحرمة منجز، هذا تضع عليه أولا أو تضع رقم واحد، وأن القطع بعدم الحرمة معذر، هذا رقم اثنين. وبعد ذلك يقول هناك شيء آخر وهو هنا ثالثا أو رقم ثلاثة، وهو إسناد الحرمة، وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى. فإن القطع بحرمة الخمر، أي نقول هذا المولى حرم، الحاكم حرم، الله سبحانه وتعالى حرم، هل يجوز؟ فإن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع أن الشارع حرم الخمر، لأنه قول بعلم، وقد أذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم. وبالتدبر فيما بيناه، هنا يريد هذه النقطة من طرح هذا المطلب، يقول وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد، هذا القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد هو قطع موضوعي لا طريقي، لأن جواز الإسناد حكم شرعي، يجوز، لأن جواز الإسناد حكم شرعي، أخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى، أي إذا قطعت بحرمة شيء جاز لك إسناد الحرمة إلى المولى، أو يجوز لك إسناد الحرمة المقطوع بها إلى المولى، أو يجوز لك إسناد الوجوب المقطوع به إلى المولى، يجوز لك إسناد الإباحة المقطوع بها إلى المولى. لاحظ يجوز لك إسناد الإباحة المقطوع بها عفوا. وإلى هذه النكتة ربما نستطيع أن ندفع ما ونسجل إشكالا لنقل على ما سبق من إشارة إلى أن السيد قدس نفسه قد ذكر عنوان الجانب العملي. ممكن يعني كما طرحنا قلنا الجانب العملي في المنجزية والمعذرية يقصد فيه هذا فعل المكلف، وممكن أن يكون الإسناد هو جانب قصدي أيضا من عمل النفس، لنقول القصد وما يشبه هذا الأمر، هذا جانب عملي أيضا لكن عمل نفسي لنقول مقابل عمل الجوارح، فيرد أو ممكن الإشكال على هذا الأمر، فتطرح جانب عملي مقابل جانب نظري، قضية نظرية للطرح مقابل تلك النظرية. وأيضا بناء على هذه النكتة يكون الأرجح هنا أيضا أو في هذا المقام نطرح ضمن هذه
المرحلة أو ضمن هذا السياق من الشرح والبحث ممكن أن نطرح الآن، نقول المقصود بالجانب العملي أو يعني لنقل نرجح الآن أن يكون في هذا المقام أن يكون المقصود بالجانب العملي في المنجزية والمعذرية هو أن المنجزية والمعذرية هي ناشئة من أي شيء أو مترتبة على أي قطع، مترتبة على القطع الطريقي، فالقطع الطريقي هو الذي فيه التمجيز والتعذير، هو الذي يحرك المكلف، هو الذي يبعث المكلف، هو الذي يزجر المكلف، هو الذي يرسل المكلف. لاحظ هذه القضية. أما بالنسبة إلى قضية الإسناد، القطع في هذا العنوان أو تحت عنوان جواز الإسناد إلى المولى، فإن القطع كما بيّن السيد قبل قليل هو يحقق الموضوع، يحقق موضوع الحكم، وتحقيق الموضوع ليس له علاقة، ليس له علاقة بالمحركية كما قلنا. القطع الموضوعي ليس به تنجيز وتعذير، فربما الفرق إلى هذا يرجع هناك، لأنه المنجزية والمعذرية فيها جانب عملي، فيها تنجيز وتعذير، وهذا قطع موضوعي، وهذا القطع الموضوعي ليس فيه التنجيز والتعذير. لاحظ هذه النقطة، أيضا هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.